انه يقفز عنها. هون لاحظوا لما كلهم كونوا قردة اذا هو طرده طردهم من عالم، دككوا معي، هون يبدو خاسئين مطرودين من وين؟ طالما هو طرد فيه اهانة فهو، لاحظوا هو طرد من الانسانية لا شيء اقل منها، حتى شوفوا رحمة الله اقل منها بس بدرجها، يعني ما طردهم مش طرد، لانه يبدو تكريم الانسان على فكرة مش بسيطة، حتى لما حولهم لقردة قالكم اسمعوا وخنازير انا طردتهم من الانسانية الى ما اقل منها مباشرة. لذلك في المرة الماضية لما قلت لكم يبدو انه شمبانزي، لانه هذول اقرب كائنين، لما اليوم الدراسات خصوصا بعد 2002 وقضية الدراسات الجينية وتسلسل الجينات، وجدوا مثلا الشمبانزي، شمبانزي تسلسل الجيني اقرب تسلسل بنسبة، بتشبه تسلسلات الجينية للانسان بنسبة 96% شمبانزي بالذات مش القرد، شمبانزي. ثم عندكم الخنزير، هذول الاثنين الان ببحثوا العلماء قضية نقل الاعضاء من هذول الاثنين، حتى بالعكس كان في تجارب نقل قلب خنزير الى قرد ونجحت، من قلب خنزير قرد، وحتى الاعضاء البشرية الان بخططوا هم. شوفوا مش صدفة قردة وخنازير، مش صدفة قردة. ثم بتدرس الان في عالم البيولوجيا وايش بيقولوا العلماء عن القردة والخنازير وخصوصا الشمبانزي خصوصا. ولذلك توقعت لما قلنا في المرة الماضية، لانه هو طردهم من المرتبة الانسانية الى مرتبة اقل، ديروا بالكم، ها مش طردهم من مرتبة انسانية لمرتبة دنيا كثير، لا على الحدود من قردة، من بشر طردوا طرد اهانة، وفي مثل المسخ طرد اهانة من الى. وهذا اخبار لكم انه ديروا بالكم القردة والخنازير قريبة انكم تستفيدوا منها كبشر، هذا جايكم تحتكم مباشرة، فموادنا هم مش بعيد، والطرد ما كانش يعني لمسافات بعيدة، يعني مش اجعلهم كلاب مثلا، مش فئران، مش كذا، ركز على قردة بالدرجة الاولى مرتين، ركز على قردة. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم، ثلاث مرات حتى مش هيك ثم مرة خنزير، ثم مرة خنزير، ويبدو انه الخنزير بالدرجة ايش. وعلى فكرة الان في دراسات على قضية نقل قلب الخنزير للانسان، واقولكم من زمان بعض شرايين الخنازير بحطوها للانسان، وقلب الخنزير في حجمه قريب من وتفاصيل طويلة، والانسولين اصلا مأخذ من كذا، خنزير وقرد. طب ما هو اللي الله سبحانه وتعالى طردهم من الجانب، من الجانب الانساني نزلهم مرتبة واحدة، شو نزلهم؟ اول شيء قردة. كنه في ناس على فكرة اساءوا اكتر خنازير يعني فهمتوا؟ اما التركيز في الدرجة الاولى ايش؟ قردة، وهني اقرب ناس الان، الناس بسميهم ناس على فكرة، يمكن تسميتهم ناس بعدين بنقول ايش، اقرب شيء القردة، بالذات الشمبانزي، ما هو حتى القردة نفسها اشكال والوان الشمبانزي ها. بعدين يبدو الخنزير كأنه اللي مسخوا خنازير اجت بعدين في شغلة اشد، واعتداء على قدسية اشد، فهمتوا يعني؟ خصوصا لما يكون مشاهد عقوبات قردة ومش عاجبه، مش عاجبك قردة طب روحوا خنازير، لكن ابعد كثير؟ لا ما ابعدش كثير. وبرد اذكر ما مسخت امة قط فيكون لها نسل، وان الله سبحانه وتعالى لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبة، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك في الاحاديث. اما اي احاديث موهمة، فيش احاديث صريحة، انتبهوا، فيش احاديث صريحة تقول انه تناسل المسخ او يتناسل، والاحاديث صريحة واصح انها لم تتناسل، وهذا قلنا في المرة الماضية كأنه اذن. طيب.